نتواجد في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه الساحة حولت إلى مركز إيواء لإيواء النازحين من مناطق مختلفة ومتفرقة في قطاع غزة. بالتأكيد هناك عدد كبير من الخيام التي نصبت للنازحين، وهؤلاء قضوا ليلتهم تحت القصف وتحت الأمطار، لم يجدوا ما يحتمون به سوى خيمة بسيطة مهترئة. وبالتأكيد مع سقوط الأمطار تضررت هذه العائلات. لنتحدث مع نازح في هذه المستشفى عن الظروف المحيطة بهم مع سقوط وهطول الأمطار. احنا شتت علينا، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اجينا هنا شتت علينا الأمطار وعلى الأطفال، فجبنا النايل وغطينا حالنا وسطرنا حالنا والحمد لله رب العالمين. احنا من غزة، كنا في مجمع الشفاء، فلمينا اسرتنا ولمينا العلاء وجينا هان الحمد لله رب العالمين. ايش بتعمل حاليا؟ حاليا قاعد بسكر والله، سكر على الاطفال على الاولاد من المطر والبرد، فعانينا كثير الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. عانينا كثير، شتت علينا على فراشنا على وعينا على الاطفال، الحمد لله رب العالمين. طب ايش بدكم تعملوا حاليا؟ حاليا نسكر حالنا، ايش بدنا نعمل؟ بدنا ندري حالنا من الشتاء ومن السقع ومن البرد، الحمد لله. نواصل هذه الجولة التي ترصد ظروف النازحين في داخل الخيام. الحمد لله على سلامتكم، احكي لنا كيف قضيتوا ليلتكم الليلة الفاتت؟ الليلة الفاتت نمنا على الأرض على الرمل، قعدنا دفينا صغارنا ببطانية، لفيناهم فيهم عشان يدفوا. تاني يوم الصبح طبعا شتت علينا، وزي ما انتم شايفين كيف الشتاء، من هنا نقطت ومن هنا نقطت ومن هنا دفينا. ايش لفينا حنا بكفونا، كفونا هدول، هذه اكفان، اكفان من المستشفى عشان نستر حالنا، عشان بس نلملم اطفالنا نقعد هيك بندفن دفيهم من البرد اللي احنا فيه. الشتاء نزل علينا واحنا هيك لا في ملابس، فيش اشي يدفوا فيه الاطفال، النحرمات مدفيه، فراش فرشات منيحه ننام عليها الاطفال. احنا انا كأم حامل فيش اللي نمت على الرمل. هبوب الرياح وسقوط الأمطار تفاقم من الظروف الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة.